نادي الأرواح برعاية اتصالات الجزائر. اتصالات الجزائر دائما أقرب. وبذكره أرواحنا ترتاح بالذكر غادية ورائحة كم حلقت كم صفقت بجانا ولأحمد المختار مادحة بمدحه كم كربة تنزى وبهديه لا شك رابحة تبغي هداه وتبتغي الأرباح نحن الحدى نحن الشدى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على النبي الهادي الأمين. حضورنا الكريم السادة الفضلاء، مشاهدين الأعزاء في كل مكان داخل هذا الوطن العزيز وخارجه، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. تقبل الله صيام وقيام الجميع وسائر أعمال البر والإحسان في هذا الشهر الفضيل. مشاهدينا الأعزاء، حضورنا الكريم، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في سهرة التنافسية الثانية من برنامجكم الإنشادي حادي الأرواح في طبعته السابعة. كنا في الحلقة الأولى وفي السهرة الماضية استمعنا واستمتعنا بالأصوات التنافسية كلها،
ففي هذه السهرة بإذن الله تبارك وتعالى سوف نشهد تنافسا قويا، سوف نستمع إلى 6 أصوات من المتنافسين تعلمت وتدربت وتكونت في المدرسة لتنطلق اليوم في مضمار المنافسة. 6 أصوات ستتنافس، كلها أمل ورغبة وتحدي نحو لقب حادي الأرواح. مشاهدينا الأعزاء، قبل أن نشرع في المنافسة ونستمع إلى الأصوات، لابد أن نرحب وإياكم بأعمدة ودعائم هذا البرنامج التنافسي حادي الأرواح. باسمكم مشاهدينا الأعزاء أرحب بلجنة التحكيم، أهلا وسهلا بكم سيد عمارة يزيد، سيد محمد العيد هواري، سيد محمد تتوامان، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. أهلا وسهلا أخي طه، مساء الخير أخي طه، مساء الخير جمهورنا الكريم، أهلا وسهلا والسلام عليكم، تحية مني تزف إليكم، أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم، فسلاما رقيقا وحبا عميقا وترحيبا أنيقا يليق بمقامكم الكريم. صحف طولكم وتقبل الله منا ومنكم القيامة والصلاة والصيام وسائر الطاعات إن شاء الله. نسأل الله تعالى أن يكون هذا البرايم ناجحا متميزا، وأن يوفق متنافسينا لحسن الأداء، وجمهورنا لحسن الاستماع والاستمتاع، وأن يوفقنا لحسن التقويم والتقييم إن شاء الله. أمين. شكرا جزيلا لكم، وبملاحظاتكم بإذن الله وبتوجيهاتكم سوف يرقى برنامجنا إلى العلا. أرحب أيضا بالكورال وبالفرقة وبقائدها المدرب الفنان المنشد يوسف سلطاني، كما أرحب أيضا بالمدربين الثلاث يلس إسماعيل ناصر ميروح وعبد الرحمن عكروت، أهلا وسهلا بكم، مرحبا. بعد قليل ستشرع المنافسة، سيقوى التحدي، سنستمع إلى كلمات منكم جميعا قبل بدء المنافسة. مشاهدينا الأعزاء، حضورنا الكريم، قبل المنافسة ننقل لكم الأجواء الجميلة التي يقضيها الطلبة في المدرسة بين الجد والمثابرة، بين الفسحة والنزهة والتدريب والتكوين. هذه الأجواء الرائعة نقلتها لنا الزميلة مريم إسماعيلي، لنتابع هذه الصور. أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، يا حامي الأرواح قرب لنا نرتاح، يا حامي الأرواح قرب لنا نرتاح، باللحن أنشدنا يا كروان في قناة القرآن، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، أنشدنا يا حادينا، أطربنا وغنينا، يا حامي أنشدنا يا كروان في قناة القرآن، كانت هذه إذن هي الأجواء الجميلة التي جمعت الطلبة المتنافسين بين التكوين والتدريب والتعليم، وبين الرياضة والفسحة والنزهة أيضا، وهذا مما جعل جوا جميلا راقيا بين المتنافسين وبين مدربيهم أيضا. وددت أن أستمع إلى كلمة المدربين قبل أن نستمع إلى أصوات المتنافسين، إلى أصوات طلبتهم، هكذا بإيجاز، كيف ترون هذه المنافسة؟ ما الذي أعددتموه للتحدي في هذه السهرة؟ طيب، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحة فطوركم جميعا، رمضان كريم لكم جميعا. الطلبة طبعا دخلوا في جو آخر هذا الأسبوع كما تعلم أستاذ طه، المرة اللي فات طبعا كانت عروض
جميلة جدا، عروض فنية كتهيئة، صح هذا التعبير، للبرايم الأول اللي كان تنافسي، لما ولات عنده صبغة التنافسية نظن الاستريس عند الطلبة شوية زاد، ولكن احنا حاولنا تلطيف الجو وتهيئة الموضوع لعرض فني شيق إن شاء الله. نظن سنستمع إلى الكثير من الجمال هذا المساء على غرار جمال أناقتك ومن خلال كل معدي هذا البرنامج الجميل. شكرا. شكرا جزيلا، بارك الله فيك أستاذ ناصر. السلام عليكم. صحاب طوركم. أظن أن مرحلة الحسم والمرحلة الحاسمة حتبدأ من السهرة هذه. الطلبة كانوا مروا على المنصة وعلى المباشر، اللي كان عنده مثلا خوف أمام الكاميرا أو على المباشر من الطلبة خلاص صارت عندهم تجربة في الأسبوع الماضي. اشتغلنا في الأسبوع هذا مع الطلبة مع المتسابقين حتى نتفادوا الأخطاء في البرايم الماضي. حضرنا الطلبة لأعمال نتمنى إن شاء الله يكونوا في المستوى ويتقيدوا بالنصائح اللي قدمناها لهم، إن شاء الله يكون برايم في المستوى بإذن الله إن شاء الله. شكرا أستاذ عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الصحة شربتكم الشعب الجزائري كامل الحضور. في هذا الأسبوع اشتغلنا على الملاحظات المقدمة من لجنة التحكيم وهي مشكورة على ذلك. اشتغلنا على الأخطاء، بعض الأخطاء اللي صارت في البرايم نمبر 1، وإن شاء الله هذا الأسبوع بداية التنافس اشتغلنا أكثر على الجانب النفسي. حضرناهم نفسيا كي لا يكون المسرح بعبع أو غول، المسرح هو مجالهم، هو ميدانهم، هو الشيء الذي يحبونه، هذا وش قلنا لهم. وحضرناهم بأعمال تليق بأصواتهم وبإمكاناتهم، وإن شاء الله يكون ما يحب الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. شكرا جزيلا على الجهود. نحن نؤمن بالقول والفعل، طبعا استمعنا إلى القول، سننتظر الفعل بعد قليل. شكرا جزيلا لكم سادة أفاضل، شكرا أيضا للجنة التحكيم، ستكون رقيبة على كل ما يلفظ به المتنافسون في هذه السهرة، لأننا سنشرع في التنافس على بركة الله. إذن مشاهدينا الأعزاء مع أول متنافس، أبدأ مع فريق عبد الرحمن. نعم، مع فريق عبد الرحمن استمعوا إلى أول صوت في هذه السهرة نتعرف عليه في هذا البورتري. المتسابق وسيم رزيوق، ولاية سكيكدا، عمري 21 سنة، طالب بمعهد السياحة خيار وكالة أسفار في الفلان بولاية سكيكدا. لما كان في عمري 3 سنين دخلت للزاوية، لما كنت ساكن بولاية سيدي بالعباس. الحمد لله شاركت في حفلات ومهرجانات، لكن الفرقة لا أنتمي إلى أي فرقة، إن شاء الله سيصير حل بإذن الله. أهم شخصية دعمتني في هذا المشوار هو الأستاذ بلعالية بن ذهيبة من ولاية مستغانم، والوالدين الكريمين حفظهم الله. في الحقيقة حد الأرواح هي حلم منذ الصغر، هي أعلى أكبر مسابقة في الجزائر لفن الإنشاد والفن الهادف، أطمح للحصول على اللقب بإذن الله. السلام عليكم. وانضم ضراري
مديحا في قلائدها واصطى بوجدك جهرا عذاب الكريم. أنور نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل فينا نور أنوار البدور. أشرقت أنور نبينا فازدهى الكون سرور في ربيع هل شكرا شكرا جزيلا لابن مدينة أسكيكدا لرزيوق على هذا الأداء. نتمنى له كل التوفيق في هذه المنافسة هذه الأرواح برعاية اتصالات الجزائر. إلى الصوت الثاني دائما مع فريق الأستاذ عبد الرحمن. الصوت الثاني نعود من أسكيكدا إلى المدية نتعرف عليه سيد أحمد بوصلاح من المدية في هذا البورتري نتعرف عليه أكثر. معكم المتسابق سيد أحمد بوصلاح من ولاية المدية متخرج من جامعة المدية للعلوم والتكنولوجيا تخصص ميكاترونيك. بدأت مسيرتي الإنشادية بالضبط من مسجد الحي، بعد ذلك انتقلت إلى جمعية الأمل لحماية وترقية الطفولة وين اكتشفت الموهبة تاعي بالضبط. بعدها انتقلت إلى فرقة النور في ولاية المدية التي أنشط فيها حاليا. التحاقي بمدرسة هذه الأرواح كان بالنسبة لي حلم، والحلم بمرور الوقت يصبح هدف، حيث كانت لي أن كنت شاركت في مسابقة هذه الأرواح لثلاث طبعات ولم أوفق إلا في هذه الطبعة، والحمد لله تم اختياري من بين 12 الذين ينشطون القرائمات النهائية في رمضان. أسأل الله التوفيق لي ولزملائي.
يا ذا العلا والكرم ندعوك كشف الظلم. يا ذا العلا والكرم ندعوك كشف الظلم. أنت الرحيم المرتجى إن زل يوما قدمي. أنت الرحيم المرتجى إن زل يوما قدمي. إن زل يوما قدمي. يا من يراني في علاه ولا أراه. يا من يجير المستجير إذا دعا. يا من حبانا بالكتاب تكرما وأشع أنوار الوجود بمصطفى. يا من له الآلاء في أكوانه جل القدير جل القدير وجل ما صنعت يداه. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا. هذا الشذا الفواح نفح شذاك. يا مرسل الأطيار تصدح في الربا صدحاتها تسبيحة لعذاك. يا من يرى يا من يرى الله 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 الله. يا من يرى مد البعوض جناحها جناحها في ظلمة الليل في ظلمة الليل في ظلمة الليل تمحو بها ما كان من ما كان منا في زمان الأول. أحسنت، شكرا جزيلا على هذا الأداء. ابقى معي لتستمع إلى لجنة التحكيم. إذن استمعنا إلى فريق عبد الرحمن. الصوت الأول كان وسيم رزيق من سكيكدا، ثم سيد أحمد بصلاح من لمدية،
إلى لجنة التحكيم والتقييم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبدأ بوسيم رزيوك، ولن أشكره على الأداء الجميل واختياره للعمل. أداؤه في الموال أبدع فيه نوعا ما، وخاصة في بالصعود والنزول وبعض التحويلات المقامية، كذلك في الأغنية واكب الإيقاع بشكل جيد والتحويلات المقامية كذلك حسب الألحان، فموفق إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا أستاذ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالنسبة للمتسابق الثاني بصلاح سيد أحمد، كان أداؤه أداء جيدا، استهل في البداية في الموال بمقام السكاة ومن متفرعاته مقام الهزام، ثم كان في انتقالته انتقالات سلسة، حيث انتقل من الهزام إلى مقام البياتي وكان انتقاله موفقا، وثم عاد إلى مقام السكاة والمتفرع، المقام المتفرع الذي هو الهزام، وكما نعلم أن هذا المقام يتسم يعني بالطرب، وخاصة أنه يرتكز على درجة محولة بربع الدرجة كما هو معلوم عند أهل الاختصاص، وكان أداؤه يعني موفقا إلى درجة يعني بعيدة، وفي انتقالته كانت كذلك موفقة، كان تصرفه اللحني والتحكم في الأداء جيد مع بساطة في الأداء بدون تكليف، وعلى العموم كان أداؤه مقبول حسن، وله من الخامات الصوتية المعتبرة مشكور على هذا الأداء. شكرا جزيلا للجنة التحكيم، شكرا للمتنافس سيد أحمد بصلاح من لمدية ولوسيم من سكيكدا أيضا. مشاهدينا الأعزاء، دائما مع فريق عبد الرحمن، ولكن هذه المرة نخرج من باب المنافسة إلى باب الاستعراض واكتشاف الأصوات لدى المدرب. زكريا عياش من لمسيلة، عيسى مساوي من الجلفة، يمتعاننا بوصلة فنية مشكورين. شريعة الله للإصلاح عنوانه، وكل شيء سوى الإسلام خسران. لما تركنا الهدى، لما تركنا الهدى حلت بنا محن، وهاج للظلم والإفساد طوفان. محمد أيقظ الدنيا بدعوته، محمد أيقظ الدنيا بدعوته، ومن هداه لنا روح وريحان. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، الدين لنا الإسلام.
الإسلام على الأيام شعار المجد لملتنا شعار المجد لملتنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا نفس الفداء نفس الفداء وللقبر أنت ساكنه شفعت عند الصراط وإن زلت القدم الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا حبيب الله بسم الله بديت وعلى النبي صلي بسم الله بديت وعلى النبي صلي فاعتدي ودعيت وقلت يا جالله فاعتدي ودعيت وقلت يا جالله الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا حبيب الله 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 يا رسول الله يا المصطفى الهادي يا
شكرا جزيلا لكما ولمدربكما عبد الرحمن. بين زكريا وعيسى وبين المسيلة والجلفة صنعت هذه الصورة الراقية الفنية الجميلة. طويت صفحة عبد الرحمن، ستفتح بإذن الله لا تخاف في الأسبوع المقبل بحول الله. إلى ناصر، عفوا إلى إسماعيل، ستفتح صفحته وسنستمع إلى أبنائه وإلى المتنافسين. أبدأ بأول متنافس في فريق إسماعيل، كريم بن يلس من لمدية، نتعرف عليه أكثر في هذا البورتري. معكم المنشد بن يلس كريم من ولاية المدية، 21 سنة، طالب جامعي في ولاية المدية، تخصص اقتصاد. نحن في عائلة محافظة، زولت نشاطي في المسجد، يعني من المسجد انطلقت الهواية تاعي وتكونت، والحمد لله تواصلت مع منشدين بزاف، تعرفت على كثير من المنشدين. شاركت في مسابقات للأذان في ولاية المدية، تحصلت على المرتبة الأولى مرتين للمؤذن الصغير سليم بلال، وشاركت في عدة مسارح في دار الثقافة ومن عدة ولايات. والله هو في الحقيقة شغف منذ انطلاق البرنامج. فكنت لما نشاهد المنشدين ونشاهد طبيعات كل فاتو، حبيت نعرف أول حاجة نمتحن نفسي، هذه الحاجة الأولى، باش نعرف شكون هو كريم بن يلس ووش قادر يقدم في مجال الإنشاد. بهديك أفلح السعداء، هذه عظتك للقلوب دواء. يا بهديك أفلح السعداء، هذه عظتك للقلوب دواء. وبعثت أميا تقول فترتذي منك العقول وتستقي العلماء. وعدلت في أمر العباد، وعدلت في أمر العباد، في دينك الفقراء والأمراء. يا صاحب المعراج، يا صاحب المعراج فوق
فوق المنتهى. لك وحدك المعراج والإسراء. شكرا جزيلا. هذا أداء كريم باليلس ابن مدينة لمدية والمتنافس الأول للأستاذ إسماعيل ولفريقه. إلى المتنافس الثاني في فريق إسماعيل دائما شرف الدين غلوس من توغورت، نتعرف عليه في هذا البورتري ثم نستمع إلى أدائه. المتنافس غلوس شرف الدين من ولاية قرت، بالضبط من قرية مقر، طالب سنة ثانية ماستر هندسة طرائق للبيئة بجامعة قصدي مرباح ورقلة. نذكر أنه في الابتدائي يعني كان عندي معلم الله يرحمه اكتشف فيه يعني الموهبة هذه متاع الصوت الجميل، هو يعني اللي كان أول محفز نقدر نقول خلاني نحس بأنه راني موهوب وعندي قدرة أني نوصل للبعيد بالصوت متاعي. كنت في فترة في الكشافة الإسلامية، فترة في المركز الثقافي يعني، وكل ولكن نقدر نقول أهم مصدر يعني ولا أهم من وجهني كانت فرقة المحبة الفنية، يعني هي فرقة اللي راني فيها الآن، نوجه لها التحية والشكر، يعني هي المدرسة اللي تعلمت فيها وهي اللي طورت فيها وهي اللي بنات شرف الدين لي. مدرسة تحدي الأرواح يعني هي قبلة لكل المنشدين في الجزائر. أنا كانت عندي محاولة يعني من قبل أني نلتحق بالمدرسة ولكن ما حصلش فيها التوفيق، والحمد لله يعني بعد دعم من الجميع، جميع من كان حولي
حاولت المرة هذه والحمد لله كان توفيق من الله سبحانه. بمدح المصطفى تحيا القلوب، بمدح المصطفى الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، صلاة الله ربي ذي الجلال على نور الهدى باهي الجمال، وتسليم من المولى القدير على طه المكمل بالكمال، على الكون حتى يسعد. كن مع الله، كن مع الله.
شكرا جزيلا كريم بن يلس من المدية من فريق إسماعيل يلس على هذا الأداء. إذن مشاهدينا الأعزاء حضورنا الكريم، نستمع إلى توجيهات وملاحظات لجنة التحكيم. عفوا، كنا استمعنا قبل قليل إلى كريم بن يلس، والآن استمعنا إلى شرف الدين غلوس إلى لجنة التحكيم والتقييم، تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وبارك على سيدنا محمد. نبدأ يعني من غلوس شرف الدين. أحسنت الاختيار. أولا طابع العام للأنشودة والمواكب في مقام الحجاز مع تغييرات طفيفة لم تكن يعني بالشيء الكبير، نظرا لأنه أهمية المسابقة دائما تكون فيها الاختيارات أو الانتقالات المقامية تكون واضحة وعندها يعني لمسة جميلة. أنت درت راست تعريج الراست ومع ترجعت على الحجاز، جميل، تحسب لك على كل حال. كاينه مشكلة بسيطة في الثبات على التون في الموال، إشكالية بسيطة فقط، لكن غير ذلك الحضور ما شاء الله، الأداء فيه من الروح، فيه من الحيوية، فيه من التعبير، ما فيه يعني من الجمال، وهذا يعني شيء جميل جدا. التغييرات الإيقاعية أيضا المستعملة شيء جميل، واختيارك لهذا العمل يعني اختيار موفق لأنه فيه من الصعوبة يعني في الأداء، وكنت يعني ما شاء الله كنت متألق. مشكور على أدائك وبارك الله فيك. شكرا أستاذ، تفضل أستاذ عمارة. فيما يخص المتسابق بن يلس، كنت أقول إسماعيل بن يلس. إذن كريم بن يلس نشكره على هذا الأداء. الموال كان مميزا بالانتقالات المختلفة، من أولا بالصعود والنزول، كان صعوده ونزوله موفق، كذلك التحويلات من مقام بياتي إلى مقام الرصد، يعني مناورة ولكن وفق فيها والحمد لله. ثم الرجوع إلى البياتي ليباشر في الأغنية، فيها كذلك تحويلين من بياتي إلى الصبا، وفق كذلك بشكل حسن في أدائه لهذا العمل، فبالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا للجنة التحكيم. شكرا لك شرف الدين، شكرا لي أستاذ إسماعيل. سنستمع بعد قليل إلى الأصوات المتبقية في فريقه، طبعا استعراضا لا تنافسا. مشاهدين الأعزاء، لكل من التحق بنا اللحظة أهلا وسهلا، مرحبا بكم. برنامجكم لإنشاد التنافسي حد الأرواح من قناة القرآن الكريم، خامسة تلفزيوني الجزائري، الرعاية الرسمية لاتصالات الجزائر. ضيف الشرف مشاهدينا الأعزاء حضورنا الكريم، كما عودناكم نختار اسما ونجما في مجال الفن والإنشاد في الجزائر، تخرج في مدرسة حادي الأرواح، هو صوت جبلي قوي، تخرج في المدرسة، كان هنا قبل سنة فقط متنافسا ومتحديا للأصوات التي كانت معه، قوي الإرادة والعزيمة أيضا، انطلاقته في الفن والإنشاد كانت سريعة، وتعلم ونافس ثم تألق في هذه الفترة القصيرة. قبل أيام فقط عاد من مسابقة عربية قوية، شرف الجزائر وشرف برنامج حادي الأرواح، وشرف أيضا ولاية الوادي وادي سوف. باسمكم جميعا نرحب بالمنشد المتألق أصيل جابر من الوادي. مرحبا بك جابر أصيل، أهلا وسهلا، شرفت المنصة التي كنت فيها متنافسا قبل سنة، اليوم ضيفا عزيزا في برنامج حادي الأرواح. خلال سنة فقط، ولا أكون مبالغا، خلال سنة شهدنا إنجازات كثيرة، منافسات محلية وطنية وحتى عربية، وشهدنا أيضا تحركا قويا وراقيا في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الإنتاج الفني من حين إلى آخر للمنشد جابر أصيل، ما سر ذلك؟ الحمد لله رب العالمين اللي وفقني لهذا. طبعا لازم الإنسان، وهذه أخذناها من الأساتذة تاعنا، الإنسان لازم يجتهد وديما ما يخليش سقف للأحلام، لازم ديما يحلم ويطمح أكثر. من هذا المنبر نتوجه بالشكر لفريق مسك اللي هو راه مساندني في المجال الإعلامي، وعلى رأسهم الأستاذ ناصر محبوب، وكذلك الموزع الموسيقي عبد الرحمن عبيد،
أيضا الشاعر أسامة بوزقاق وفريق السوري آرت في المجال التصوير. جميل جدا. نعم. إذن هذا ما يحتاجه المنشد الجزائري حتى يتألق، فريق بمثل فريق أصيل جابر الذي رفقه فنيا وكلمات وإخراج وتسويق أيضا لهذا النتاج الفني الراقي. شكرا جزيلا. الله يبارك فيك. تفضل يمتعنا بوسطة فنية له الوقت. تفضل.
تدع منا ولا شرقيا ولا محروم شرقيا ولا محروم يا مطلع علينا سلمنا الأمر جزيلا أحسن جبر أصيل شكرا على هذا الأداء أصيل في اختياراته في أدائه أصيل أيضا في وفائه جبر من من المدربين كان مدربك الموسم الماضي اتفضل كلهم أساتذتي ونحبهم وأستاذي يعني اللي كان يدربني هو الأستاذ عبد الرحمن عكروت لنوجه له تحية وكان لي واقع كبير في حتى في أدائي حتى في المسابقة لما رحت وكنت نستشيره فهو نعم الأخ والصديق وطبعا نوجه تحية للأستاذ ناصر ميروح والأستاذ إسماعيل يلس حتى الأستاذ كان يعني كنت نستشيره في قبل ما نروح يعني المسابقة فربي يوفقهم وربي يخليهم إن شاء الله إن شاء الله شكرا جزيلا جابر أصيل سنلتقي بك بعد قليل في وسط ختامية شكرا للمدربين كلهم على جهودهم وهذه هي الثمرة والنتيجة ولازالت الثمرات مستقبلا بإذن الله وافرة بحوله تعالى مشاهدينا الأعزاء نعود إلى فريق إسماعيل وفي وصلة استعراضية نستمع إلى صوتين أيضا عبد العالي العموري من لمسيلة ومحمد بوحركات من تيارت في وصلة فنية بالتوفيق يا سيد الكونين جئتك قاصدا
سماك والله يا رب الخلائق إنا لك قلبا مشوقا لا يروم سواك وبحق جاهك إنني Thank you.
أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن غبتم تغيب الروح عن جسدي يا بلا غيب الله أحسنتما، شكرا جزيلا على هذا الأداء، شكرا. وشكرا أيضا للأستاذ إسماعيل على هذه الاختيارات الموفقة والجميلة أيضا. مشاهدينا الأعزاء، إلى المنافسة وإلى آخر فريق سيكون التنافس أيضا مع الأستاذ ناصر ومع طلبته. أول صوت لفريق ناصر هو من ولاية ورقلة إلى جنوبنا الجميل، زين العابدين مش من ورقلة، نتعرف عليه في هذا البورتري ثم نستمع لأدائه. أخوكم في الله ومحبكم فيه زين العابدين مش من ولاية ورقلة، موظف والله. ابتديت في الانشاد على ابتديت في فرقه، وكنت اعزف على اله الايقاع. من ثم كان الاكتشاف من الاستاذ اسماعيل بن عزوز الله يرحمه، اللي هو شجعني باش نكون في هذا المجال يعني، ومن من من هنا بدات الانطلاقه. الالتحاق يعني كان تشجيع، يعني تشجيع الاهل وتشجيع الفرقه والمحيط يعني اللي محيط بينا يعني، واللي كان مشجعنا باش نجول مثل هذه المسابقات. هدفنا اللقب باذن الله، والتوفيق للجميع ودعواتكم ان شاء الله.
أتاركي سهر الليالي وقاتلي ولا يبالي. أتاركي سهر الليالي وقاتلي ولا يبالي. بالله يا نعم الحبيب ومن له الحسن العجيب. نوح الحمام على الغصون شجاني. نوح الحمام على الغصون شجاني ورأى العذور. النبي بحر الوفاء على جلوران نغني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار جاي زور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي شعلت فيه النار جاي زور المدني. قلبي شوق يا حضار، قلبي شوق للمختار، قلبي
قلبي شعلت فيه النار عشان يزور المدني. قلبي شوق يا حطار شكرا جزيلا سيد العابدين موفق بإذن الله إلى آخر متنافس نختم به هذه السهرة دائما مع فريق ناصر من ورقلة إلى الوادي ندعو المتنافس أو قبل أن ندعوه وطبعا نتابع البورتري التعريفي له ثم نستمع إلى أدائه ننقلكم إلى الوادي. معكم المنشد خير الدين محبوب خريج جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية تخصص علوم الإعلام والاتصال من ولاية الوادي. بدايتي مع الإنشاد بدأت مع فرقة نسمات الصحراء التابعة لجمعية الأصيل للفنون والثقافة بولاية الوادي. تحصلت على المرتبة الأولى في مهرجان الموسيقى والأغنية الصوفية الذي يقام كل عام بولاية الوادي في طبعته الثامنة بدافع من بعض الأصدقاء وأيضا بتحفيز من أعضاء الفرقة وين قالوا لي معناها لازمك تشارك في هذا البرنامج والحمد لله معناها شاركنا في المسابقة وتأهلنا. الهدف التعب من البرنامج هو التنافس على اللقب في الحقيقة. إذا بلاك الله بيها إذا بلاك الله بيها رهم قمها عالي عالي أهل الكتب حاروا فيها أهل الكتب حاروا فيها أهل المحبة قالوا لي إذا بلاك الله بيها إذا بلاك الله بيها رهم قمها فيها. أهل محبة قالوا لي إذا بلاك الله بيها أهل محبة قالوا لي إذا بلاك الله بيها رهن قمها علي غالي رهن قمها علي غالي رهن قمها علي غالي رهن قمها أهل الكتب حاروا فيها أهل الكتب حاروا فيها أهل المحبة قالوا لي إذا بلاك الله بيها إذا بلاك الله بيها قمها علي علي أهل الكتب حاروا فيها أهل الكتب حاروا العاذلون فيك ولاموا كل لوم على المحب حرام عذل العاذلون فيك ولاموا كل لوم
بحرام. أنت الذي أسرى بك المهيمن ليلا وتقدمت إلى الصلاة الصلاة نلت ما نلت نلت ما شارق وضح نورك يا مكة شارق وضح نورك يا مكة وشارق وضح في القلب يا مكة شارق وضح نورك يا مكة شارق وضح في القلب ثريا ما في صباح نورك يا مكة قلبي ملهوف وش صيامي من يوم اللي راك حتى في منامي من عام العام نزور المدينة ونزور مقام طه نبينا عز الأنام شفيع الأمة وإن شاء الله يسمح نورك يا مكة. شكرا خير الدين محبوب من الوادي. شكرا على الأداء. نستمع وإياكم مشاهدينا إلى لجنة التحكيم وتقييمها لأداء زين الدين مش من ورقلة ولأداء أيضا خير الدين محبوب من الوادي. تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أبدأ بالمتنافس زين العابدين مش من ورقلة. أولا أشكره على الاختيار، اختيار العمل، هذا الاختيار الذي يليق بوزن المنافسة وبوزن البرنامج ككل، حيث استهل العمل في مقام الرست وكان الأداء موفقا إلى حد بعين، خامات صوتية معتبرة، انتقالات مقامية موفقة خاصة في الموال، حيث جال بنا في صحرائنا الحبيبة من خلال طبع الترياش الذي يعرف بطبع الأياي، وكانت هذه الانتقالات سلسة وجميلة وتمكن في الأداء وفي الانتقالات بين المقامات العربية بين الرست إلى الطبوع الجزائرية كما ذكرنا طبع الترياش أو الأياي، يعني ككل كان الاختيار موفق في العمل والأداء، مشكور على ذلك. شكرا جزيلا أستاذ محمد. أما بالنسبة لخير الدين محبوب، أولا الملاحظ أن الأداء كان ما شاء الله، يعني مرتاح في الأداء تاعه، اختياره للوسطة الأولى أو الأنشودة الأولى كانت في مقام البياتي على طبقة ثم انتقل إلى طبقة أخرى في نفس المقام، يعني صعود في الطبقة والمقام نفسه، يعني هذه أظنها كانت مدروسة القضية، يعني ما كانتش اعتباطا أكيد ما دام مع الإخوة في الموسيقى، يعني فهي مدروسة. هذا شيء جميل، يعني علاش ربما طلعت النوطة لأجل الوصلة الثانية أنها لازم تكون شوية عالية لطبيعة الميلودي كما يقولوا اللحن تاعها يكون يعني هابط شوية، وبالتالي
كنت ما شاء الله يعني أداءك جميل على مقام بياتي، ثم انتقالات بعض انتقالات كما البياتي شوري حجاز وبياتي شوري الصبا أيضا في أو البكاي كما يسموه في والسوف، يعني شيء جميل من التراث السوفي أيضا يعني أبدعت وبارك الله فيك. شكرا. شكرا جزيلا للجنة التحكيم، شكرا لك خير الدين. ختام هذه السهرة بإذن الله تعالى مع الأساتذة المدربين مع فريق ناصر، نستمع إلى صوتين طبعا استعراضا لا تنافسا، وهو آخر استعراض لفريق ناصر، معتز بالله براجي من تبسة برفقة زكريا مبروكي من تلمسان في وصلة فنية. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي يا ربي صلي علي صلوات الله. علي أفضل الصلاة وأزكى التسليم، شكرا جزيلا لكما، شكرا للمدربين على جهودهم وعلى أداء متنافسيهم، شكرا جزيلا للجنة التحكيم التي هي عاكفة دائما على تقييم الأداء،
وفي كل سهرة سيزيد التنافس. استمعنا إلى 6 أصوات في هذه السهرة، الأسبوع المقبل سنستمع إلى 6 الباقية من الأسباء، ثم بعد ذلك لجنة التحكيم تخرج لنا من سينشطون البرايم أو السهرة النهائية بإذن الله تعالى. شكرا للكورال، شكرا للفرقة الموسيقية بقيادة الأستاذ يوسف السلطاني، شكرا لكل المدربين، كل باسمه وجمالي وروعة واسمه أيضا. شكرا لكم حضورنا الكريم أيضا على صبركم معنا، أدعو الله أن نكون عند حسن ظنكم بنا بكل ما قدم في هذه السهرة. شكر موصول لمشاهدين الأعزاء الأوفياء على وفائهم لبرامج التلفزيون الجزائري وقناة القرآن الكريم. شكرا للراعي الرسمي اتصالات الجزائر لبرنامج حادي الأرواح. وأشكر ختاما أيضا كل من أعد واجتهد وجد لإنجاح هذه السهرة وهذا البرنامج. ألقاكم بإذن الله تبارك وتعالى الأسبوع المقبل، وسهرة تنافسية جديدة بإذن الله تعالى. سأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وسائر الأعمال. نختم بعد قليل مع ضيفنا العزيز، مع ضيفي الشرف أصيل جابر في وصلة ختامية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الورى من ظلمة العدم، الله الله، يا ذا البقاء والغنى والجود والكرم، الله الله، يا عالم الغيب يا من لا شريك له، الله الله، يا ذا البقاء والغنى يا واسع الكرم، أنت العليم إلهي والقضاء قدري، فامنن وبارك وتب إني لذو عشر، أدعوك بالذات والأسماء أجمع هكذا الصفات وما في اللوح والقلم، يا من خلقت الورى من العفو في الدين والغفران بالأمام، أنت العليم، أنت العليم، أنت العليم إلهي والقضاء قدري، فامنن وبارك وتب إني لذو عشم، فقد أمرت بأن ندعوك يا سندي وقد وعدت أجيب، ماذا العطاء العميم، يا من خلقت على المختار سيدنا محمد خير خلق الله كلهم، والآل والصحب ما غنت مطوقا أو ما حدث بركبان.
شكرا. برعاية اتصالات الجزائر.